أعزائي طلاب التعليم الفني الصناعي، أهلا ومرحبا بكم يا شباب وحلقة جديدة وبرنامجنا المفضل في بيتنا مدرسة. النهاردة شباب هنكمل أنواع صمات التحكم التي تتحكم في النظم النيوماتيكية، وهناخد طبعا احنا كنا أخذنا الحلقة الماضية صمامات التحكم التوجيهية. هنعمل عليها ريفيجن بسيط كده، وبعد كده هندخل في أنواع صمامات التحكم الأخرى، وهنعرف ايه المنظومات التحكم بتاعتنا بتحتاج الصمامات دي في ايه، ووظيفة كل نوع من انواع الصمامات دي ايه هي. ريفيجن بسيط جدا كده على الحلقة الماضية. احنا كنا عرفنا ان عندي حاجة اسمها صمام تحكم توجيهي، وكنا قلنا ان من اسمه صمام التحكم التوجيهي يعني بيتحكم في توجيه ايه؟ توجيه المائع او السائل او الهواء اللي موجود داخل الدائرة. تمام؟ بيتحكم فيه ازاي؟ بيتحكم فيه عن طريق اشارة. الاشارة دي انا اللي بديها على اساس ان انا محتاجة شرط معين للتحكم في فعل الحركة اللي انا عايز احركه في الدائرة. كلامي واحدة واحدة، وكل كلمة خد بالك منها من اللي انا بقولها. صمام التحكم التوجيهي او الصمامات بصفة عامة دي عبارة عن فتحات بتحكم من خلالها في خروج اشارة الهواء، وبديها شرط معين. الشرط ده انا ببقى مصممة الدايرة علشان في النهاية الشرط ده يديني وظيفة حركة ميكانيكية معينة في عناصر الفعل اللي انا هشغلها. تمام يا شباب؟ يبقى مين اللي بيديني شرط التشغيل؟ الصمامات. ومين اللي بيخليني اتحكم في شرط التشغيل؟ الصمامات. طيب يبقى معنى كده ان الصمامات دي كتيرة قوي ليها انواع. قال لي ده في صمامات اسمها تحكم توجيهية اللي احنا اخدناها، والصمام ده بيتحكم في توجيه حركة الهواء داخل الدايرة. والصمام ده زي ما قلنا وبنراجع علشان الناس تتذكر، اني لازم اكون عارف اسمه واكون عارف وظيفته. ازاي اعرف اسمه وازاي اعرف وظيفته يا شباب؟ اسمه من خلال عدد الفتحات على عدد الاوضاع. طب وظيفته؟ اعرف الوضع بتاعي الاولاني مقفول ولا مفتوح. عرفت اسم الصمام وعرفت وظيفته، هقدر استخدمه في الدايرة وهعرف اقول انا هعمل بيه ايه اصلا في الدايرة. تمام يا حبايبي؟ يبقى صمام التحكم التوجيهي ده صمام يتحكم في توجيه حركة الهواء داخل الدائرة النيوماتيكية. عشان اعرف اسميه بجيب عدد الفتحات في الوضع الواحد على عدد الاوضاع. علشان اعرف هو نورمالي اوبن او نورمالي كلوز بعرفه من خلال الوضع الاول اللي هو بجوار سبرينج ريتيرن بتاع الصمام. تمام؟ طيب احنا قلنا انا عايز اتحكم في الصمام ده، ايه اشارات التحكم بتاعتي؟ قبل ما اخد اشارات التحكم هراجع على مثال لحركة الصمام مع السلندر، وبعد كده هعرف انا ضغطت دلوقتي على الصمام، يبقى دي حركة التحكم او اشارة التحكم ايه؟ اشارة يدوية. طيب لو انا اتحركت عن طريق بدال دواسة تحت رجلي، يبقى دي برضك اشارة ايه؟ يدوية. طيب لو انا عندي كامة هي اللي هتتحكم في حركة الصمام، يبقى دي اشارة ايه؟ ميكانيكية. طب لو انا عندي صمام هيتحكم في توصيل الهواء لفتح صمام اخر، يبقى انا بتحكم من صمام لصمام، يبقى دي اشارة هوائية. يبقى اذا انا عندي وسائل كتيرة جدا للتحكم في اشارة الهواء عشان تفتح داخل الصمام. ده موضوعنا ان شاء الله في حلقتنا النهاردة. بس قبل ما ادخل على الجزئية دي
لازم نشوف يعني ايه صمام ويعني ايه اشارة تحكم، والصمام ده ازاي بيغير اوضاعه عن طريق ان انا لما اديله اشارة يغير الوضع بتاعه. احنا لازم نفهم الجزئية دي كويس جدا دلوقتي مع بعض. هنبص على السلايد اللي قصادنا وهنشوف صمام وبيدي حركة للبستم، وهنراجعها قبل ما ندخل على اشارات التحكم في اشارات التحكم في النظم النيوماتيكية مع بعض كده. بقى نشوف السلايد اللي قصادنا. السلايد بتاعتي عبارة عن صمام تحكم توجيهي 3/2، تمام. هنا وسيلة التحكم ايه يا شباب؟ وسيلة التحكم عبارة عن زرار. يعني التحكم هنا يدوي ولا ميكانيكي ولا هوائي؟ التحكم هنا يدوي. لما اتحكم يدويا هنا هبدأ اغير في اوضاع الصمام. لما اغير في اوضاع الصمام هيديني شرط التشغيل. شرط التشغيل هنا ايه؟ ان انا اجيب الوضع التاني هو يديني اشارة تقدم، يبقى ده شرط التشغيل، ان انا اضغط على الوضع التاني يديني اشارة الايه؟ التقدم. لما اشيل ايدي من على الزرار هنا ده كده اشارة يدوية، لان انا ضغطت بايدي وشلت ايدي، يبقى ده كده زرار ذو اشارة يدوية. لما هسحب ايدي من هنا هيديني الوضع التاني مكان الوضع الايه؟ الاولاني. يبقى شرط التشغيل هنا او اشارة التشغيل هنا لرجوع مين؟ لرجوع السلندر. يبقى لما اتحكم في الاشارة بتاعتي اللي هنا دي بسمي التحكم ده شرط التشغيل، الشرط اللي هيخليلي البستم اما يتقدم او يرجع. التحكم هنا او شرط التشغيل اللي انا هديه هنا ده ممكن يكون يدوي، ممكن يكون ميكانيكي، ممكن يكون كهربي. الكلام ده هو اللي احنا هنشتغل عليه دلوقتي في حلقتنا. لو بصيت على السلايد اللي بعديها احنا عارفين ان انا عندي الصمام بيتكون من اكتر من جزء، 3 اجزاء. اوضاع الصمام، تمام، وشرط التشغيل وسبرينج ريتيرن، تمام يا حبايبي. طيب لما انا هنا انا ده دلوقتي في سهم كده مفتوح، ايه السهم ده؟ قال لي الاشاره اللي انت هتضغطي بيها هنا دي اشاره هوائيه. اشاره ايه؟ هوائيه. يبقى انا عندي هنا الاشاره ممكن تكون يدويه زي ما كنا لسه شارحينها في الشريحة اللي قبل دي، على طول كانت اشارة يدوية عبارة عن زرار. حلو قوي الشريحة دي يا شباب، شايفين الزرار هنا؟ انا كده دي كانت اشارة يدوية. يبقى الاشارة ممكن تكون يدوية لو انا هضغط على زرار زي كده، الاشارة ممكن تكون هوائية لو انا هدي الاشارة بتاعتي عن طريق الرمز بتاعها اللي هو هيكون سهم او مثلث بالمنظر ده كده في الإشارة في الشريحة التالية. هيبقى الإشارة بتاعتي لو سهم هتبقى إشارة نيوماتيكية. طيب سواء كانت إشارة يدوية أو إشارة نيوماتيكية أو إشارة ميكانيكية، إحنا عايزين نعرف أنواع الإشارات التي يجب التحكم بها في صمامات التحكم. نبص بقى مع بعضينا كده على إشارات التحكم في نظم التحكم النيوماتيكية. الجدول ده مهم جدا جدا يا شباب. الجدول ده اللي هيعرفني الصمام اللي في إيدي ده هشغله إزاي عشان يطلع الإشارة، هشغله إزاي عشان ينقل أوضاعه من الوضع من وضع 2 يجي مكان الوضع 1. هنا أوضاع مختلفة، والمكتبة بتاعة الوحدة عندك مليانة صمامات ومليانة كل صمام بوضع تشغيل مختلف. فتح عينك كويس جدا للرموز اللي قصادك عشان لما تيجي تختار صمام تختاره
التحكم صح. عندي هنا اللي قدامنا في التيبل الاولاني ده صمامات تحكم ذات اشارات تحكم يدوية، يبقى هنا طرق التحكم كلها ايه؟ يدوية. طيب ايه انواع التحكم اليدوي؟ قال لي ده مفتاح عام، يعني عامل زي ايه؟ زي بالظبط كده الفيوز اللي عندنا في البيت، بفتح برفع او بنزل، ده اسمه عام. التاني إشارة التحكم مفتاح ضاغط، مفتاح ضاغط زي مين؟ زي الجرس، أضغط يشغل، أشيل إيدي يفصل الإشارة. يبقى المفتاح الأولاني ده اللي هو الأون والأوف اللي عندنا، أضغط الإشارة تشتغل والبستم يتقدم لحد ما أنا أروح أضغط تاني عشان أرجع الإيه؟ البستم. زي مفتاح النور اللي عندنا بتاع المفتاح اللي بينور لنا اللمبة اللي في البيت، اضغط يقدم، لازم اروح اضغط تاني عشان خاطر يرجع الايه؟ البستم بتاعي. تمام. المفتاح التاني ده بقى ضاغط، اضغط يقدم، مجرد ما اشيل ايدي يروح راجع ورجع البستم. ده عبارة عن رفعة. يعني ايه رفعة؟ رفعة دي يعني جريدة مسننة كده جواه ليها اسنان، بضغط بيفتح قيمة الهواء اللي جوه بمقدار السنة اللي انا ايه؟ ضغطت عليها. لو ضغطت سنتين بيغير معدل تدفق الايه؟ الهواء اللي جوه. ضغطت تلات اسنان يغير معدل تدفق الهواء اللي ايه؟ اللي جوه. يبقى عن طريق الصمام دوت اقدر افتح مسار الهواء واتحكم في كمية الهواء في نفس الوقت. ده عن طريق مين؟ اللي هو التحكم اليدوي ذو الرفعة ده. طب ايه هو التحكم التاني اللي هو دواسة قدم؟ ممكن افتح الهواء في الدايرة واقفلها عن طريق دواسة. لو انا قاعد على مكبس هوائي، المكبس ده طول ما انا قاعد برجلي بضغط على الدواسة، طول ما انا بضغط المكبس بينزل، اضغط تاني المكبس يطلع، اضغط المكبس ينزل، اضغط المكبس يطلع. ايه اللي بيحصل عشان يطلع وينزل المكبس؟ انا بضغط، بضغط هواء يروح ميه عامل ايه؟ منزل الايه؟ المكبس. لما احرك رجلي على الدواسه الناحيه التانيه بسحب الايه؟ الهواء، يروح رافع مين؟ المكبس لاعلى. تمام. ده كده اسمه التحكم في اشاره الهواء يدويا. تاني، الموضوع ده مش سهل، والموضوع ده مش ناخده باستهتار، الموضوع ده هو اللي بيخليني اصمم المكن اللي بيشتغل بالدوائر النيوماتيكيه. انت عايز تعمل الإشارة بتاعتك عن طريق دواسة تحت رجلك، ولا عايز تعمل الإشارة بتاعتك عن طريق زرار موجود جنبيك، ولا عايز تعملها عن طريق جريدة مسننة، وعايز نوع الزرار اللي قدامك ده ايه نوعه؟ ان انت تضغط عليه يقدم ولازم تضغط عليه تاني يرجع، ولا تضغط عليه يقدم اول ما تسيبه يرجع؟ بص يا شباب، احنا شفنا دايما كتير جدا اتوبيس، وشفنا سواق الاتوبيس. سواق الاتوبيس بيعمل ايه؟ بيضغط على الزرار اللي جنبه، بلاقي الباب بتاع الاتوبيس بيروح ايه؟ قافل. مجرد ما بيشيل ايده بيروح الايه؟ الباب مفتوح، او هو مثلا يضغط الباب يتفتح، مجرد ما يشيل ايده الباب ايه؟ يتقفل. ده كان نوع من انواع السويتشات اللي كان بيستخدمها. كان في نوع تاني زرار زي بتاع اللمبة جنبيه، يضغط عليه يفتح الباب، وبعديها يضغط تاني يشيل ايده عادي يفضل الباب مفتوح. بيبقى عامل له حاجة اسمها حفظ اشارة. يبقى الزرار الاون والاوف ده بيبقى معاه وحدة اسمها وحدة حفظ الاشارة جوه الدايرة،
عشان يضغط يفتح الباب يفضل حافظ الاشاره والباب مفتوح لحد ما يضغط تاني على الزرار ويقفل الايه الباب. ده وضع من اوضاع مفاتيح التحكم في الاشارات، وضع من اوضاع مفاتيح التحكم في الاشارات داخل الدوائر النيوماتيكيه. اما اتحكم في الاشاره عن طريق زرار بوش بوتوم، يعني اضغط يقدم البستم اشيل ايدي يرجع في نفس الوقت، او بوش بوتوم مع حفظ اشاره اني اضغط يبدا البستم يتحرك لقدام اشيل ايدي يفضل البستم ايه واقف مكانه لحد ما اروح واضغط مره تانيه يبدا البستم يحصل له ايه حركه الرجوع. في عندي اشاره يدويه تاني اللي هي عن طريق الجريده المسننه، كل ما اضغط الضغطه دي تفتح لي الصمام جزء معين لمرور الهواء، اضغط تاني اما تقلل كميه الهواء او تزود كميه الايه الهواء حسب وضع الجريده داخل الصمام. ده كان نوع تالت. عندي نوع رابع اللي هو التحكم عن طريق البدال او الدواسه، التحكم عن طريق البدال او الايه او الدواسه، وكل دي كانت عباره عن ايه يا شباب؟ عباره عن اوضاع تحكم في اشارات الدوائر النيوماتيكيه عن طريق التحكم اليدوي، عن طريق التحكم الايه اليدوي. يبقى انا عندي دلوقتي كام نوع من انواع التحكم اليدوي في الصمامات؟ اول حاجه بوش بوتوم اون اوف اللي هو بنسميه العام. تاني حاجه بوش بوتوم بضغط يقدم اسيب ايدي يرجع اللي هو زي نظام الجرس. بعد كده عندي بوش بوتوم بجريده مسننه وكامم، عندي نظام الدواسه. الاربع حالات دولت كانوا عباره عن اسمها مفاتيح اشارات التحكم لصمامات التحكم الايه التوجيهيه. طيب نيجي نشوف كده شباب، ده اللي فات ده كان التحكم اليدوي، ده كان التحكم الايه اليدوي. عايزه اعرف التحكم الميكانيكي هيتم ازاي؟ اما عن طريق رافعه او كامه او سبرينج ريتيرن. سبرينج ريتيرن ياي يقدم ويرجع، ده تحكم ميكانيكي. انا ما جيتش جنب الصمام ولا اديت اي اشاره بايدي خالص، يبقى خلاص ده مش تحكم يدوي. انا خليت الاشاره اللي تقدم تحرك اوضاع الصمام، تجيب الوضع اتنين مكان الوضع واحد عشان يشتغل الصمام، خليت الحركه دي ميكانيكيه عن طريق ايه؟ ياي، عن طريق ياي. حطيت ياي في التقدم وحطيت ياي في الايه؟ في الرجوع، ياي يزق يجيب الوضع اتنين مكان الوضع واحد، وياي يرجع الوضع واحد مكان الوضع ايه؟ اتنين. يبقى التحكم هنا في الصمام اصبح تحكم ميكانيكي، اصبح تحكم ايه؟ ميكانيكي. يبقى انا عندي هنا ياي او سوسته بقدم بيها. طيب دي ياي او سوسته في مرحله التقدم. اللي تحتيها ياي في مشوار التقدم او وضع التقدم، وياي او سوسته في وضع الايه؟ الرجوع. عندي التحكم عن طريق بكره او كامه. البكره ديت بعد ان انا احركها او اللي هي اسمها الليمت سويتش يا شباب، اسمها الليمت سويتش عندنا في المعمل. هنلاقي البكره دي اسمها ليمت سويتش، اللي هي عباره عن ايه بقى؟ لو عندي بستم بيتحرك بيجي يلمس البكره من تلقاء نفسه بيرجع، يبقى انا بدل ما ادوس على زرار هو هيلمس البكره هيرجع، تمام؟ او لو انا حطيت البكره دي في بدايه المشوار بتاع البستم، في بدايه مشوار البستم، اول ما البستم هيلمس البكره هيكمل مشواره وهيلاقي بكره تانيه في نهايه المشوار هتخليه ايه؟ يرجع. يبقى هنا التحكم هنا كان يدوي؟ لا ما كانش يدوي، ده كان عن طريق اجزاء ميكانيكيه انا اتحكمت في الحركه بتاعه الصمام، وبناء عليها اتحكمت في اشاره الهواء اللي خارجه من الصمام على البستم، تمام؟ يبقى انا هنا عشان اتحكم في الاشاره اللي خارجه من الصمام على البستم بتحكم باكتر من طريقه، اما اتحكم يدوي زي ما قلت عن طريق الدواسه او عن طريق البوش بوتوم او عن طريق الجريده المسننه،
او اتحكم زي ما احنا شايفين دلوقتي بتحكم ميكانيكي اللي هو عن طريق السبرينج ريتيرن، يكون في مشوار واحد او سبرينج ريتيرن للتقدم والرجوع، او ليم السويتش اللي هي البكرة في بداية المشوار، او ليم السويتش في نهاية مشوار الايه الاسطوانة بتاعت الاسطوانة او السلندر بتاع اللي هو عنصر الفعل اللي انا محتاج ان انا اتحكم ايه فيه. يبقى التحكم هنا في اشارة الهواء اللي خارجة عندي من الصمام تحكم ميكانيكي. احنا كده خدنا التحكم الايه، ايوه بالظبط، التحكم اليدوي والتحكم الميكانيكي. عندنا التحكم اللي بنسميه تحكم نيوماتيكي. عندي نوعين من انواع التحكم النيوماتيكي. نوع تحكم نيوماتيكي مباشر اللي هو بديله اشارة هواء مباشرة. نوع اسمه تحكم نيوماتيكي يعني بطريقة غير مباشرة، بطريقة غير ايه مباشرة، ان انا بديله تحكم هوائي مع سولونويد، مع ايه سولونويد، تمام. يعني بدي بشتغل بسولونويد وبدي تحكم ايه هوائي. يبقى انا عندي دلوقتي كام نوع من انواع التحكم؟ عندنا تحكم يدوي، خدنا بعديه تحكم ميكانيكي، خدنا بعد التحكم الميكانيكي تحكم هوائي، ودلوقتي هناخد نوع من انواع التحكم، التحكم الكهربي. هفتح الصمام واقفله مش عن طريق زرار يدوي، عن طريق ملف كهربي. ملف كهربي بدل ما ادوس، لا هدي إشارة للملف يفتح الصمام أو يقفل الصمام، تمام. يبقى أنا هدي إشارة لملف كهربي، الملف الكهربي هو اللي هيفتح الصمام يمرر هواء، أو هو اللي هيقفل الصمام ويرجع الإيه الهواء من السلندر، تمام. ده اسمه تحكم إيه كهربي، اسمه تحكم كهربي. يبقى أنا عندي دلوقتي كم نوع من أنواع التحكم؟ عندنا تحكم، ها صح، يدوي، تحكم ميكانيكي، طيب عندنا تحكم ايه كمان؟ هوائي، عندنا تحكم كهربي، عندنا اخر نوع اللي هو التحكم المزدوج. التحكم المزدوج ايه هو التحكم المزدوج؟ بيبقى نوعين من انواع التحكم اللي احنا قلناهم دول، بيشغلوا بيفتحوا البستم او بيفتحوا الصمام او بيقفلوه، بيفتحوا الصمام عشان يمرر هواء او بيقفلوه عشان يسحب الايه الهواء، تمام يا شباب. يبقى انا عندي هنا، بص في الرسمه اللي قصادنا، انا عندي تحكم كهربي مع تحكم هوائي، يبقى ده اسمه تحكم مزدوج وده اسمه تحكم ايه مزدوج. لازم نبقى مع بعض كده يا شباب نفهم كويس جدا انواع اشارات التحكم. انواع اشارات التحكم دي اللي بتخليني اعرف ان انا اتحكم في الصمام ازاي. عندي اوضاع كتيرة جدا للتحكم في اشارة الهواء في الصمام. الصمام يفتح الهواء ازاي ويقدم البستم، ويقفل ويسحب الهواء من البستم ازاي ويرجعه على الكمبريسور. ممكن اخليه يفتح مسار الهواء بزراير يدوية، ماشي. وعندنا قلنا اربع انواع من التحكم بالاشارة اليدوية. ممكن اتحكم بزرار اركبه للصمام بوش بوتوم اون واوف، وممكن اتحكم بزرار جرس اللي هو بوش بوتوم اضغط يقدم واسيب ايدي يرجع الـ 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 الوضع التاني اللي هو وضع السحب. عندي وضع يدوي بردك اللي هو عن طريق الجريدة الرافعة او الجريدة المسننة، وعندي وضع بردك تحكم يدوي عن طريق الدواسة، ان انا اضغط على الدواسة يبدأ يفتح الهواء يرفع البستم، اشيل رجلي من على الدواسة يسحب الهواء وينزل البستم. فاهمين يا شباب؟ دي كده الاوضاع اليدوية. النوع التاني اللي هو التحكم الكهربي. التحكم الكهربي قلنا ان احنا عندنا كام نوع منه؟ قلنا ان احنا عندنا
التحكم الكهربي عندنا نوعين منه، تحكم كهربي مباشر وتحكم كهربي غير مباشر. التحكم الكهربي المباشر ان انا بحط سولونويد واحد، كويل واحد، ملف واحد. التحكم الغير مباشر، الكهربي الغير مباشر، ان انا بحط اتنين سولونويد او اتنين كويل، اللي هما اتنين ملفات، يعني اتنين ملفات كهربائية، ملف في التقدم، ملف في في الرجوع. عندي ده التحكم الكهربي. عندي التحكم النيوماتيكي اللي هو عندي نوع اسمه تحكم نيوماتيكي مباشر، عن طريق ان انا بأثر بإشارة هوائية واحدة. وعندي تحكم نيوماتيكي غير مباشر، ان انا بحط اشارتين هوائيتين. بعد كده عندي التحكم الميكانيكي. التحكم الميكانيكي، التحكم الميكانيكي بيكون عن طريق اما سبرينج ريتيرن او عن طريق بكرة اللي هي الليمت سويتش. بردك السبرينج ريتيرن، لان في تحكم مباشر او غير مباشر. المباشر بحط سبرينج ريتيرن في اتجاه واحد للصمام، الغير مباشر بحط اتنين سبرينج ريتيرن في الاتجاهين بتوع الصمام. الليمت سويتش، الليمت سويتش ده عبارة عن بكرة. البكرة دي لاما بيبقى عندي بكرة في بداية المشوار او بكرة في نهاية المشوار، وبقول عليها تحكم عن طريق بكرة، وفي النهاية بيبقى اسمه تحكم ميكانيكي. اخر نوع من انواع التحكم او اشارات التحكم اللي هو التحكم المزدوج. التحكم المزدوج معناه ان انا بتحكم في الصمام عن طريق اشارتين، بتحكم في الصمام عن طريق اشارتين، اللي هو التحكم المزدوج. ممكن يبقى اشارة كهربائية واشارة نيوماتيكية في نفس الوقت، حطيت كويل كهربي وفي نفس الوقت عامل اشارة كهربائية، يبقى انا هنا بتحكم باشارتين، يبقى ده اسمه تحكم مزدوج. اسمه تحكم مزدوج. تمام يا شباب؟ طيب حلو جدا كده، احنا خدنا اشارات التحكم في صمامات التحكم التوجيهي. دي كده كانت اخر صمامات التحكم التوجيهية بكل ما تشمل. واحنا عرفنا في صمامات التحكم التوجيهي ازاي نعرف نسمي الصمام بعدد الغرف على عدد الاوضاع، ازاي نعرف نوع الصمام ان هو نورمال اوبن او نورمال كلوز، ازاي نعرف نتحكم في اشارات التحكم الهوائية للصمام. وقلنا اشارات التحكم الهوائية في الصمام بيبقى خمس انواع من انواع التحكم. عندي تحكم ميكانيكي بيبقى عن طريق رفع او دواسة او جريدة مسننة او بوش بوتوم عادي. عندي تحكم كهربي بيبقى عن طريق سولونويد، او ان انا احط سولونويد بطريقة مباشرة او طريقة غير مباشرة، يعني سولونويد في اتجاه واحد او سولونويد في الاتجاهين. عندي تحكم الميكانيكي اللي هو عن طريق سبرينج ريتيرن او بكرة. عندي تحكم اللي هو المزدوج اللي هو بيبقى عبارة عن اشارتين بتحكم فيهم في الصمام. الشريحة اللي قصادنا دلوقتي ده موضوع جديد في الصمامات، اللي هو الصمام اللارجعي. الصمام اللارجعي، الصمام ده لازم نعرفه كويس جدا وفكرة عمله، لان الصمام ده صمام بيحميل الدايرة من رجوع الهواء في اتجاه الدفع. يعني انا ممكن يبقى فيه هواء مضغوط، يقل ضغط الهواء شوية، ابص الاقي الهواء راجع مش مندفع لمين؟ للبستم. الاقي البستم لو هو شايل حمل هيروح مسقط الحمل على طول. بمعنى ايه؟ الموضوع احنا شايفين ان هو مش مهم او ان هو حاجة بسيطة، لا ده خطر كبير جدا. انا عندي البساتم دي بتشيل عربيات، لو انا ما حطيتش صمام لا رجعي هبص الاقي الهواء رجع، العربية بدل ما هي واقفة الاقيها سقطت في الارض، اتدشدشت. يبقى انا عندي هنا الصمامات دي مهمة جدا، عشان هي اللي بتبدأ تتحكم في اتجاه الهواء وفي حركة الهواء. تمام يا شباب؟ يبقى انا عندي الصمام اللا رجعي ده من احد الصمامات المهمة جدا في الدايرة. يعني ايه صمام لا رجعي؟ يعني صمام يسمح بمرور الهواء في اتجاه معين
وعدم رجوعه في نفس الاتجاه مره اخرى. هياخد من الكمبريسور يودي على اجزاء الدايره، مش هيخلي حاجه ترجع من الدايره على الايه كمبريسور مره ثانيه. تمام. يبقى انا عندي هنا بقى كده، لو حبينا نشوف الصمام دوت هلاقي الصمام ده عباره عن ايه؟ عباره عن ياي وبقره، البقره دي قافله فتحه مرور الهواء. تعال نشوفه في الحقيقه هنا، ده عباره عن ياي ودي عباره عن الصمام. الصمام قافل ايه؟ قافل الفتحه دي. تمام. طيب انا لما هضغط على الياي ده، لما انا اضغط على الياي ده ايه اللي هيحصل؟ هلاقي ان الهواء هيجي من هنا، الهواء هيجي من هنا هيمر فين؟ لبره. طيب انا عندي مش دي كده عباره عن بقره؟ بقره دي قافله فتحه مرور مين؟ الهواء. لو قوه الهواء هنا كبيره ايه اللي هيحصل للبقره دي؟ هتتزق على الياي ده، ده عباره عن سوسته، ده عباره عن سوسته ياي. الهواء اللي هنا هيدخل هيضغط على البقره، البقره دي هتضغط على مين؟ على الياي. يبقى انا فتحت طريق لسريان مين؟ الهواء. الطريق هيبقى من A الى B، يعني من هنا كده لهنا. طب تعالى نعكس مرور الهواء بقى من الجنب التاني، لو الهواء مر من هنا الهواء هيزق الياي، والياي هيقفل فتحة مرور مين؟ الهواء. يبقى الياي دوت خلى الصمام يشتغل او يفتح في اتجاه ايه؟ واحد فقط، وخلاني استخدم الصمام ده في التحكم في حركة الهواء في اتجاه واحد في الدايرة. يعني الصمام اللي راجعي بستخدمه للتحكم في حركة اتجاه الهواء في اتجاه واحد فقط، فين؟ في الدايرة. فهنا بيقول لي الصمام اللا رجعي البسيط، هل في صمامات لا رجعية تانية؟ قال لي عندي صمام لا رجعي بسيط، وصمام لا رجعي قابل للضبط. والصمام اللا رجعي قابل للضبط ده ممكن اتحكم فيه من خلاله في ان هو ياخد الهواء ويقدم بيه السلندر، ويرجع الهواء وينزله على طبة التنفيذ. تمام. يبقى ليه؟ لان انا بركب له خانق وبركب لا رجعي، فاسمه صمام الخانق اللا رجعي. يبقى انا عندي صمام لا رجعي فقط، وعندي صمام الخانق الايه؟ اللا رجعي. يعني ايه صمام الخانق اللا رجعي؟ عن طريقه بتحكم في سرعه تدفق الهواء في اتجاه واحد بس في الدايره. سرعه تدفق الهواء في اتجاه واحد بس فين؟ في الدايره. يبقى صمام اشتغل لي وظيفة صمامين، وظيفة الصمام اللا رجعي والصمام الخانق. اسمه ايه الصمام ده؟ الصمام الخانق اللا رجعي. يعني بدل ما انا معايا لا رجعي بس كده، هركب معاه صمام تاني اسمه خانق، يبقى على بعضه بيسميه صمام خانق لا رجعي. صمام خانق ايه؟ لا رجعي. ايه الفرق ما بين الصمام اللا رجعي والصمام الخانق اللا رجعي؟ الصمام اللا رجعي يسمح بمرور الهواء في اتجاه معين واحد، وعدم الرجوع في الهواء بالهواء في الاتجاه الايه؟ الاخر. الصمام اللا رجعي الخانق اللا رجعي يسمح بمرور الهواء في اتجاه واحد بتحكم الخانق، وعدم رجوع الهواء في الاتجاه الايه؟ الاخر. يعني خليت لي ده خانق، بدل ما يعديه في اتجاه واحد بكميه الهواء كلها، لا هيعديه في اتجاه واحد بس بكميه محدوده من الهواء حسب ما اظبط عليها الايه؟ الدايره. كلام مفهوم ولا؟ واحده واحده كده مع بعضينا تاني. انا عندي حاجه اسمها صمام لا رجعي اللي قدامنا. صمام اللا رجعي ده عباره عن صمام هدخل الهواء من فتحه، الهواء هيخرج لاجزاء الدايره. في هنا بليه، لما يجي الهواء يرجع هيلاقي البليه دي بتصده، مش هيرجع تاني لمين؟ للصمام. يبقى خرج من الصمام
لأجزاء الدايرة، مش هيرجع تاني لمين؟ للصمام. ده اسمه الصمام اللاراجعي، يتحكم في اتجاه حركة الهواء في اتجاه واحد فقط، ولا يسمح بعودة الهواء مرة أخرى. طب اتحكم في حركة الهواء في اتجاه واحد بكمية الهواء كلها اللي طالعة من الصمام، ولا جزء من الهواء؟ لا، بكمية الهواء اللي طالعة من الصمام كلها. طب لو حطيت مع الصمام اللا رجعي خانق، خانق بيخنق الهواء، الخانق ده عبارة عن رجلاش، أنا ببدأ أقفله، بقفله، كل ما أقفله كل ما يتحكم الصمام اللا رجعي الخانق يتحكم في حركة الهواء اللي خارجة بمقدار معين حسب ضبط الخانق اللي أنا خنقته مع اللا رجعي. يبقى أنا كده عندي كام لا رجعي؟ عندي 2 لا رجعي، بسيط ياخد كمية الهواء اللي طالعة من الصمام يوديها لأجزاء الدايرة كما هي الكمية كلها، وعندي لا رجعي خانق، يعني بيتظبط أو بضبطه على كمية الهواء اللي أنا محتاجاها تخرج من الصمام لأجزاء الدايرة. أنا ممكن مش عايزة البستن بتاعي المكبس يتحرك بسرعة عالية، عايزاه يتحرك ببطء، يبقى مش هاخد الضغط اللي جايلي من الكمبريسور كله هدفعه على البستن، لا، أنا عايزة أتحكم في كمية الهواء اللي طالعة من الكمبريسور ووصلت للصمام، لا، بعد الصمام بقى أعمل عملية تحكم. طب أعمل عملية تحكم إزاي؟ حطي خانق مع اللا رجعي، هتحطي الخانق هيتحكم لك في كمية الهواء اللي هتخرج من الخانق للدايرة، مش هتبقى نفسها كمية الهواء اللي جاية من الكمبريسور وداخلة الصمام، لأن الخانق بيتحكم في معدل تدفق الهواء اللي خارج منين؟ من الصمام بتاعه، وبالتالي بيتحكم في سرعة الإيه؟ السلندر اللي عندي. تمام يا شباب؟ يبقى أنا دلوقتي عندي صمامات، كنت قلت عندي صمامات تحكم التوجيهية اللي بتتحكم في اتجاه الهواء، تحكم في حركة واتجاه الهواء داخل الدايرة، ده صمامات التحكم التوجيهية، ماشي، اللي احنا بنقول عليها دايركشن فالف. عندي حاجة اسمها صمام لا رجعي، يتحكم في حركة سريان الهواء في الدايرة في اتجاه معين واحد فقط، وعدم رجوع الهواء في نفس الاتجاه مرة اخرى، ده الصمام اللارجعي البسيط، يتحكم في حركة خروج الهواء في اتجاه معين وعدم رجوع الهواء في نفس الاتجاه مرة اخرى. بنلاقيه بالاسلوب الدارج في السوق، يقول لك عليه اكس بلف. احنا عندنا الرمز بتاعه او الاسم الاكاديمي بتاعه اكس فالف، بسمهولك في الدوائر النيوماتيكيه صمام لا رجعي، نون ريتيرن فالف، نون ريتيرن فالف، الصمام اللا رجعي يا شباب. ماشي يا حبايبي؟ الصمامات تحس ان هي كتيره واسمها كتيره، بس هي بتتلخص في 4 انواع. صمام التحكم التوجيهي اللي بيتحكم في توجيه الزي الهواء من البست من الصمام الى الايه؟ الى السلندر. صمام التدفق اللي بيتحكم في معدل تدفق الهواء في الدايره وسرعه الايه؟ السلندر. الصمام اللارجعي الذي يتحكم في حركة الهواء من الصمام إلى السلندر في اتجاه واحد وعدم رجوعه في نفس الاتجاه مرة أخرى. تمام؟ صمام الضغط أو التحكم في الضغط اللي بيتحكم لي في كمية الضغط بتاعت الهواء داخل الدوائر النيوماتيكية، اسمه صمام التحكم في الضغط. ماشي حبايبي؟ طيب
احنا عرفنا صمامات التحكم التوجيهية، وقلنا بسميها بعدد الفتحات على عدد الغرف، وقلنا ان هو بيتحكم لي في حركة الهواء داخل الدائرة النيوماتيكية، ماشي. وقلنا ان انا عندي منها وضعين اللي هو نورمالي اوبن ونورمالي ايه كلوز، وقلنا ان ليها اوضاع تشغيل مختلفة، منها الميكانيكي، منها الكهربي، منها اللي هو النيوماتيكي، منها اللي هو احنا قلنا اللي هو ايه المزدوج، تمام. دي اوضاع التحكم في اشارات الصمامات التحكم التوجيهية، ودي كانت نوع اسمه صمامات التحكم التوجيهية. نعرف نسميها، نعرف نوعها اذا كان نورمال اوبن او نورمال كلوز، نعرف اشارات التحكم فيها، اوضاع واشارات التحكم فيها يدوي ولا كهربي ولا ميكانيكي ولا مزدوج. دي كده كان موضوعنا في اشارات التحكم التوجيهية. دخلنا بعد كده على صمامات التحكم، صمام التحكم اللا راجعي، صمام التحكم اللا راجعي. قلنا الصمام ده عباره عن ايه؟ ياي وبليه. البليه دي لو قفل، لو انا جاي بالهواء من ناحيه الياي، الهواء هيأثر على الياي، هيدفعه، هيخلي البليه دي تمنع خروج الايه؟ الهواء. طيب لو انا جاي بقى في اتجاه البليه، لو الهواء جاي في اتجاه البليه، قوة الهواء هيخلي البلية دي ترجع الياي لورا، وتخلي الهواء يمر في اتجاه ايه؟ واحد. يبقى الصمام اللا راجعي يسمح بمرور الهواء في اتجاه واحد وعدم مروره في الاتجاه المعاكس، وعدم مروره في الاتجاه الايه؟ المعاكس. ده كده الصمام الايه؟ اللا راجعي. طيب عندي صمام لا راجعي خانق يسمح بمرور الهواء في اتجاه واحد مع التحكم في كمية تدفق الهواء داخل الدائرة في نفس الاتجاه، وعدم مرور الهواء في الاتجاه الايه؟ المعاكس. تمام يا شباب؟ ده كده بالنسبة لصمامات التحكم التوجيهية وصمام التحكم اللا راجعي. نشوف نوع تاني من انواع صمامات التحكم مع بعض كده بقى. صمام التحكم في التدفق، صمام التحكم في التدفق، ولازم نفهم ده كويس جدا بقى. ده احنا قلنا عندي صمام عايزاه يتحكم في معدل تدفق الهواء في الدائرة. طيب الهواء بالنسبة للصمام الاولاني هيجي من الفتحة اللي على اليمين، هيدخل بكمية معينة، هيمر للفتحة اللي ايه؟ اللي على الشمال. يبقى الصمام ده وظيفته اتحكم عن طريق السهم ده. السهم ده عبارة عن مانومتر، بتحكم في ضغط مين؟ الهواء اللي ماشي هنا، عن طريق مساحة الفتحة بتاعة الخانق ده. شايفين القوس ده والقوس اللي تحت؟ القوسين دول ممكن يوسعوا وممكن يضيقوا. كل ما بيوسع كل ما كمية الهواء اللي هنا بتبقى زيادة، كل ما بيضيق كل ما كمية الهواء هنا بتبقى ايه؟ قليلة. تمام؟ طيب لو انا عايز ازود كمية الهواء هنا، بفتح في رجلاش، ببدأ افتحه، بيزود كمية الهواء اللي ماشية من ايه الى بيه. طب يبقى وظيفة الصمام ده ايه من خلال كلامي كده؟ ان بيتحكم في معدل تدفق الهواء اللي ماشية من A الى B، ومعدل تدفق الهواء اللي جاي من B الى A الى A، وده اسمه صمام التحكم في التدفق في اتجاهي سريان الهواء، في اتجاهي سريان الهواء. تاني، الصمام اللي قدامي ده صمام التحكم في التدفق. يعني ايه الاول تحكم في التدفق، ويعني ايه كلمة تدفق اصلا؟ تدفق هو معدل الهواء اللي ماشي في الدائرة بالنسبة للزمن. تدفق معدل الهواء اللي ماشي في الدائرة بالنسبة للايه؟ للزمن. طيب معدل الهواء اللي هيمشي في الدائرة بالنسبة للزمن هيزيد ازاي لو انا فتحت فتحة الخانق وسعتها؟ هيقل ازاي لو انا قفلت فتحة الخانق دي وصغرتها؟
يبقى انا هنا بتحكم في معدل الهواء اللي ماشي عبر الايه الصمام. عشان كده قال لي ده صمام يتحكم في معدل التدفق، بس يتحكم في معدل التدفق في اتجاهي سريان الهواء، من البستم للصمام او من الصمام للايه للبستم. يبقى مين اللي يتحكم في معدل التدفق في اتجاهي السريان؟ طالما اتجاهي السريان اتنين يبقى ده صمام خانق بسيط، صمام خانق بسيط. لو حطيت مع الخانق لا رجعي زي اللي تحت ده كده، تعال نشوف بقى حركة الهواء تبقى ماشية ازاي. انا عندي بلية، البلية دي قافلة اتجاه سريان الهواء من تحت. لو انا جاي من على اليمين كده وعدي الهواء، الهواء لو نزل تحت هيلاقي البلية سادة، غصب عن الهواء هيمشي منين؟ من الخانق. غصب عن الهواء هيمشي منين؟ من الخانق. يبقى انا هنا اتحكمت في معدل تدفق الهواء اللي جاي من ايه ورايح على مين؟ على بي كده، اللي جاي من الصمام ورايح على السلندر. كده اتحكمت في معدل تدفق الهواء اللي جاي من الصمام ورايح على مين؟ على السلندر. طب تعالى بقى اضغط هواء من الناحيه الثانيه. هتضغط هواء من الناحيه الثانيه، الهواء هنا هيروح فاتح البليه دي. البليه دي لما هتفتح اسهل للهواء ان هو يدخل من الخانق اللي هو فتحه ضيقه، ولا يعدي عبر الرجعي؟ هنلاقي الهواء بدل ما يستنى يدخل ببطء هنا، لا هيزق البليه ويروح خارج من عن طريق الايه البليه. يبقى انا هنا عن طريق الصمام الخانق اللي راجع بتحكم في معدل تدفق الهواء في اتجاه ايه واحد، انما الخانق البسيط بتحكم في معدل تدفق الهواء في الاتجاهي بتاع سريان الايه الهواء. تاني، لو عايز اتحكم في معدل تدفق الهواء اللي طالع من الصمام للسلندر واللي نازل من السلندر للصمام، انا كده عايز اتحكم في معدل تدفق الهواء في اتجاهي السريان اللي طالع واللي نازل، احط صمام لا رجع بسيط. لو عايز اتحكم في معدل تدفق الهواء في اتجاه واحد فقط، اللي هو الاتجاه اللي طالع مثلا من البستم، من الصمام رايح على البستم، في الحالة دي انا بحط صمام لا رجعي خانق، صمام لا رجعي ايه خانق. تمام يا شباب؟ يبقى انا عندي هنا مع بعض تاني، صمام تحكم توجيهي يتحكم في توجيه الهواء من الصمام الى السلندر، ده اللي عرفنا اوضاع التشغيل بتاعته وازاي نسميه. صمام التحكم اللا رجعي اللي هو بيتحكم في مرور الهواء من الصمام للسلندر وعدم رجوع الهواء من السلندر الى الصمام، مش هيرجع هواء اصلا ولا بكميه صغيره ولا بكميه كبيره. طب انا عايز اتحكم بقى في كميه الهواء اللي طالعه من الصمام راح على السلندر او اللي راجعه من السلندر راح على الصمام، احط صمام خانق بسيط، لان الصمام الخانق البسيط هو الذي يتحكم في معدل تدفق الهواء في اتجاهي السريان، هو الذي يتحكم في معدل تدفق الهواء في اتجاهي الايه السريان. طب لو انا عايز اتحكم في معدل تدفق الهواء بس في اتجاه سريان واحد فقط، يبقى استخدم صمام الخانق اللا رجعي، اركب مع الخانق اللا رجعي عشان خاطر اتحكم في اتجاه الهواء اللي جاي من الصمام ورايح على مين؟ على السلندر. تمام؟ هنشوف فيديو ونرجع نكمل تاني شباب مع بعضينا باقي الصمامات. تمام؟ احنا بالنسبة لنا دلوقتي وصلنا ان احنا عرفنا يعني ايه صمام تحكم توجيهي، وقلنا صمام التحكم التوجيهي اللي هو بيتحكم في توجيه الهواء الى اجزاء الدائرة، صمام اللاراجعي، وقلنا صمام اللاراجعي ان هو بيتحكم في حركة الهواء اللي جايه في اتجاه واحد فقط
فقط وعدم رجوع الهواء في الاتجاه المعاكس. الصمام اللا رجعي اللي هو الخانق اللا رجعي اللي هو بيتحكم في حركة الهواء في اتجاه معين بسرعة عالية وفي الاتجاه الاخر بسرعة ايه؟ منخفضة. تمام. يبقى انا عندي هنا كده لو عندي حركة لو عايز اتحكم في معدل تدفق الهواء في الاتجاهين يبقى هستخدم صمام تحكم الخانق اللي هو البسيط، اللي هو الخانق البسيط ده هو اللي هيتحكم لي في معدل تدفق الهواء في الاتجاهين. الفيديو اللي قصادنا ده هيشرح لنا نوع من انواع منظومة التحكم اللي هو يعني ايه اللي قدامنا ده دلوقتي صمام تحكم. اللي قدامنا ده ايه؟ صمام تحكم. صمام التحكم اللي قصادي ده هو عبارة عن ايه؟ صمام تحكم كام؟ او معايا فتحتين ومعايا فتحة لتحت، يا تلاتة على كام؟ على اتنين. بيد اليد بتاعت دي عبارة عن ايه؟ عن زلاق. تمام؟ الزلاق ده هو هيبدأ يدخل الهواء بتاعي من البريشر الاحمر ده. الاحمر ده خط البريشر اللي هو خط الهواء المضغوط. هضغط الهواء من هنا هيطلع على الفتحة ايه؟ الفتحة ايه هتبدأ تدي للبستم. البستم هيبدأ يحصل له عملية تقدم. البستم هيحصل له عملية ايه؟ تقدم. لو انا عايز ارجع البستم هسحب من بي واوديها على التي. تمام؟ هسحب من البي واودي على التي. يبقى عشان اسحب من البي على التي يبقى انا كده بدي مشوار الايه؟ الرجوع. يبقى من البريشر للايه هيدي مشوار تقدم. هضغط لورا يبقى انا في الحالة ديت فتحت مين؟ فتحت البريشر على مين؟ على على الفتحة اللي هي بتاعت رجوع البستم وهياخد الراجع وينزله على التي او هنا كده. تمام. يبقى انا كده من البريشر وديت على مين؟ على البي. عمل رجوع لما شديت اليد دي غيرت المشوار، بدل ما كان تقدم بقى رجوع، وبدل ما كان بيدي من البريشر للايه بدا يدي من البريشر لمين؟ للبي. لما هيدي من البريشر للبي هيرجع السلندر، هيرجع ذراع السلندر. تمام. في الحاله دي هياخد الزيت الغير مضغوط من الفتحه ايه الازرق ده وينزله على مين؟ على التي اللي هو الخزان. هو ده اللي مرسوم قدامنا، هو ده اللي هيبدا يترسم قدامنا. اهو اهو خط البي رايح لمين؟ خط البي رايح لمين؟ للفتحة ايه. خط البي رايح للفتحة مين؟ ايه. هيجي منها وهياخد من البي وهينزل على مين؟ البريشر رايح للبي وهاخد من الايه وانزل على مين؟ على التي. هنزل على التي. ده الوضعين بتوع اي صمام. ده الاوضاع بتاعت الصمام بتاعتنا شباب. يبقى احنا النهارده ان شاء الله نراجع مع بعضنا كده النقاط اللي احنا توصلنا اليها واشتغلنا فيها في حلقتنا النهارده. موضوع النهارده كان موضوع مهم جدا اللي هو صمامات التحكم. وصمامات التحكم كانت عندي اكتر من نوع. عندي صمام التحكم اللي هو التوجيهي. صمام التحكم التوجيهي ده كان عبارة عن صمام بيتحكم في توجيه حركة الهواء لأجزاء الدائرة. وعشان أتحكم في توجيه الهواء لأجزاء الدائرة كان لازم أبقى عارف اسم الصمام وعدد فتحاته وأوضاع تشغيله. عرفنا إن احنا هنسميه عن طريق عدد الفتحات في الوضع الواحد على عدد الأوضاع. أوضاع تشغيله أعرف الصمام ده إذا كان نورمال أوبن أو نورمال كلوزد بالوضع اللي هو بجوار سبرينج ريتيرن. بعد كده اعرف ازاي هتحكم في اشارة الصمام ده. اتحكم فيه ازاي؟ الاشارة بتاعتي بتاعت الهواء اللي هتخرج من الصمام. هتخرج باشارة يدوية، ممكن تخرج باشارة يدوية. وعرفنا اوضاع التحكم في الاشارات باليد. وعرفنا ازاي اتحكم في اشارات الصمام
عن طريق الإشارة الميكانيكية، وعرفنا ان انا ممكن عندي تحكم اسمه تحكم كهربي وتحكم نيوماتيكي وتحكم مزدوج. يبقى اشارات التحكم في الصمامات كانت 5 اشارات، ممكن اتحكم باشارة هوائية، اتحكم باشارة ميكانيكية، اتحكم باشارة مزدوجة، اتحكم باشارة اللي احنا قلنا عليها اللي هي ايه، الاشارة الهوائية. تمام يا شباب؟ جينا بعد كده بعد اشارات التحكم في الصمامات اخدنا الصمام التاني اللي هو مش صمام التحكم التوجيهي، صمام اللاراجعي. ايه الفرق ما بينه وما بين صمام التحكم التوجيهي؟ التحكم التوجيهي بيتحكم في توجيه الزي الهواء في الدايره، ده بيتحكم في توجيه الهواء في الدايره في اتجاه واحد وعدم رجوع الهواء في نفس الاتجاه او في الاتجاه المعاكس، في الاتجاه الايه؟ المعاكس مره اخرى. والصمام اللاراجعي ده كان في عندنا منه نوعين، صمام لاراجعي بسيط وصمام لاراجعي خانق. صمام اللاراجعي البسيط يتحكم في اتجاه حركه الهواء في اتجاه معين وعدم رجوعه في الاتجاه المعاكس. الصمام اللاراجعي الخانق يتحكم في اتجاه مرور الهواء في الاتجاهين بس، ممكن يديني حركه الهواء سريعه في اتجاه وبطيئه في الاتجاه بتاع الرجوع بتاع الخانق. تمام؟ طيب عندنا الصمام الثالث او النوع الثالث من الصمامات، صمامات التحكم في التدفق. يعني ايه صمام تحكم في التدفق؟ يعني صمام بيتحكم في معدل سريان الهواء داخل الدايره. كلمه معدل سريان الهواء داخل الدايره هي دي التدفق. ده بناء عليه لما بركب الصمام ده في الدايره بقدر اتحكم في سرعه السلندر. لا اما السلندر يتحرك بسرعه او يتحرك ببطء، ويتحرك بسرعه قيمتها قد ايه، اقدر اتحكم في سرعه السلندر من خلال صمام التحكم في التدفق. وصمام التحكم في التدفق كان عندي منه نوعين، صمام التحكم في التدفق في اتجاهي السريان، وده كان صمام تحكم في التدفق البسيط. الصمام الخانق البسيط ده يتحكم في معدل تدفق الهواء في الدايره في اتجاهي السريان، وعندي صمام التحكم في التدفق في اتجاه واحد وده اسمه صمام التحكم في التدفق، صمام الخانق اللاراجعي. لما ركب له اللاراجعي هيتحكم في اتجاه التدفق او في سرعه، في هيتحكم في سرعه السلندر في اتجاه واحد فقط. بمعنى ايه؟ لو انا عايزه السلندر يتقدم ببطء ويرجع بسرعه احط خانق لاراجعي. لو عايزه السلندر يتقدم ببطء ويرجع ببطء احط خانق بسيط. يبقى هتحكم في حركتي التقدم والرجوع بالنسبه لسرعه السلندر. مين اللي هيتحكم في معدل تدفق الزيت او الهواء او المائع في اتجاهي السريان؟ الخانق البسيط يخلي التقدم بطيء والرجوع بطيء، اقدر اتحكم في سرعه التقدم وسرعه الرجوع. انما لو عايز تقدم سريع ورجوع بطيء حط خانق لاراجعي. يبقى هنا بتحكم في السرعه في اتجاه واحد فقط، اما اتجاه التقدم او اتجاه الايه؟ الرجوع. كده شباب احنا وصلنا لنهايه حلقتنا اليوم، شكرا لكم والى اللقاء في حلقه قادمه باذن الله. شكرا شباب.